مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من العربي الرياضي نبداها كالعاده بالعناوين. العين الاماراتي يتعادل مع الجيش القطري ويتاهل لنهائي دوري ابطال اسيا. وفي كاس الاتحاد الاسيوي القوه الجويه العراقي يصل نهائي البطوله على حساب العهد اللبناني. وأوروبيا بيب غوارديولا يعود للكامب نو غدا مع مانشستر سيتي لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا. أيضا في حلقة الليلة من العرب الرياضي سيكون لنا وقفة مع آخر الأخبار الرياضية مع الزميل أحمد الأغا، لكن في البداية يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب والناقد الرياضي خلدون الشيخ. خلدون أهلا وسهلا بك. أهلا بك عزيزي عدوان وأهلا جميع مشاهدي العرب الرياضي. أهلا وسهلا. تأهل العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا بعد تعادلها مع مضيفه الجيش القطري بهدفين لكل فريق مساء اليوم، ليبلغ العين بذلك النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاث أهداف مقابل هدف. المزيد في التخليل التالي. لقاء للذكرى وللأعصاب جمع العين الإماراتي الفائز ذهابا بالثلاثة بشقيقه الجيش القطري على ملعب الإخوية في قطر. وما بين أمجاد الماضي وكتابة الحاضر والمستقبل انتهى الشوط الأول بين العملاقين اللذين لم يظهرا ما يملكان حتى الثاني، والذي تقدم به العين عينا على الجيش بهدف عمر عبد الرحمن الذي صعب الأمور على الجيش الخاسر بالثلاثة وزاد الأمور تعقيدا، فعليه العودة بمثلهم. وفعلا عاد الجيش بأقدام برازيلية بهدفي روماريو دا سيلفا، وهنا بدأت الأعصاب تذوب رويدا رويدا مع كل هجمة من هنا أو هناك ومع كل دقيقة تمر، فهدف جيشوي آخر وتنقلب الأمور رأسا على عقب. فاستمر الحال برد هنا وصد هناك وهجوم من هنا وتفادي من هناك، حتى أطلق محمد عبد الرحمن رصاصة الرحمة في الوقت بدل الضائع، والأفراح العناوية معلنا العين طرفا في النهائي الذي لم يصل له الجيش بإنجاز كبير وأداء جيد. وسيجمع النهائي الزعيم الإماراتي مع أحد الكوريين الجنوبيين اف سي سيول أو تشومبوك هيونداي الفائز في الذهاب بأربعة أهداف لهدف. خلدون، يعني الجميع كان يعرف أن مهمة الجيش صعبة للغاية، لكن كانوا قاب قوسين أو أدنى يعني من قلب النتيجة وأخذ المباراة للوقت الإضافي. يعني عادة لما تتأخر بنتيجة الذهاب بمثل هذه النتيجة 3-1، يعني دائما الشوط الأول هو مفتاح السر بفك الفريق المنافس أو حتى لتغلب العين خارج أرضه، ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ما سمح أن الشوط الثاني يكون مفتوحا على مصراحه، فتح اللعب ونجح العين في التقدم بهدف، وهذا طبعا عقد الأمور كثيرا على الجيش، ولكن لمفاجأة الجميع نجح في تسجيل هدفين، وهذا يعني أنه بحاجة إلى هدف ليعادل النتيجة وربما يخطف الفوز، يعني فوز غير متوقع، لأنه فعلا كان الجميع يتوقع أن العين أن يذهب ويتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه ويعيد تمثيل الإمارات مرة أخرى في هذه البطولة، وطبعا جاء هدف الإنقاذ أو التعادل في الوقت بدل الضائع، وهكذا فاز العين وتأهل في مجموع المباراتين. لماذا بدأ الجيش المباراة بهذه الطريقة؟ يعني شوط أول كما ذكرت بدون أهداف، شوط ثاني فيه يعني أربعة أهداف، كان بإمكان ربما الجيش أن يغامر من البداية ويجعل المباراة مفتوحة وربما كان قد خرج بنتيجة أفضل. يعني كان عليه أن يكون حذرا، نحن لا ننسى كان في بداية بعض الفرص، يعني كان بإمكان الجيش أن يسجل، يعني أتذكر في الدقيقة الثانية كان بإمكانه أن يستغل خطأ حارس العين ويسجل هدفا مبكرا، ولكنه لم ينجح، وبالتالي هو أيضا يدرك قدرات العين الهجومية، قدراتهم على الهجمات المرتدة، لديهم لاعب مثل عمر عبد الرحمن قادر على ممتازة عموري يعني في كعادته، نعم كعادته هو دائما هذا الذي يعني يعمل الفارق مع أي فريق يلعب به، يعني بإمكانه تغيير مجرى المباراة وحده، وبالتالي هذا ما حصل بالضبط خصوصا في الشوط الثاني. طيب الحديث عن المباراة النهائية، العين أمام يعني فريق إما سيول أو هيونداي من كوريا الجنوبية، يعني مواجهة لن تكون سهلة. يعني العين لديه مهمة عربية في الواقع، لأنه عليه أن يكسر احتكار شرق آسيا لهذه البطولة، يعني في آخر 10 سنوات لم يكسر هذا الاحتكار سوى السد القطري،
بلقب أحرزه مرة واحدة في آخر 10 سنوات، وبالتالي هناك فرصة ذهبية للعين لأن يصل للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 2005 وأن يحرز اللقب الذي أحرزه في 2003، وطبعاً هذا سيؤهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية لأول مرة خارج الإمارات. إحنا نتذكر أبو ظبي استضافة البطولة، وبالتالي هناك الكثير لخطف يعني الثمار كثيرة لخطفها من خلال هذه المباراة. طبعاً المرشح الأكبر هو تشومبوك الكوري، طبعا كلاهما كوريان. نعم، الذي توج على حساب نادي الكرام السوري في عام 2007 ايضا كما ذكرت. نعم، وبالتالي هو فاز 4-1 ذهابا، وعليه ان يلعب خارج ارضه. طبعا الهدف خارج الارض قد يكون يعني يشكل نوع من الحافز لسيول، ولكن هو اقرب الى ملاقات العين في النهائي. هناك نقطه اخرى يعني بعيدا عن المباراه النهائيه، تعرف هناك مباريات تصفيات كأس العالم والإمارات لديها مباراة صعبة قادمة، كيف سيؤثر ذلك على لاعبي العين يعني الذين يمثلون منتخب الإمارات؟ عادة في الخليج بشكل عام عندما يصل فريق إن كان إماراتي أو سعودي أو قطري يعني يوظف الاتحاد هذا البلد كل ما يمكن لمساعدة هذا الفريق في مهمته الآسيوية، خصوصا إذا كان اللعب في مباراة نهائية، مباراة نهائية لرفع يعني رأس البلد ورفع يعني قيمة الدوري المحلي، وبالتالي أعتقد أن العين سيحظى بالكثير من الميزات خلال الأسابيع المقبلة. هل بإمكان العين فعلها يعني وخطف اللقب للمرة الثانية؟ أنا متفائل جدا لأنه فعلا يملك جيل رائع من اللاعبين، خصوصا طبعا النجم الأكبر عمر عبد الرحمن أو عموري كما يعرف. نتمنى ذلك، يعني كل التوفيق للعين في المباراة النهائية. الآن مشاهدينا الجولة في أهم الأخبار الرياضية مع الزميل أحمد الآغا. شكرا لك عدوان، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة الرياضية. تجري يوم غد 8 مباريات ضمن الجولة الثالثة لدوري المجموعات لأبطال أوروبا، والأبرز قمة الكامب نو بين برشلونة تحت قيادة لويس أنريكي ومانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا مدرب برشلونة السابق. وإليكم باقي مباريات الغد. نبقى في الأجواء الأوروبية وتحديدا مع مانشستر سيتي الذي حقق إيرادات قياسية بلغت حوالي 392 مليون جنيه استرليني، إلى جانب أرباح سنوية وصلت أكثر من 20 مليون جنيه بعد ارتفاع عائدات المباريات بواقع 21% وزيادة حقوق البث التلفزيوني. ويأتي هذا التقدم للعام الثاني على التوالي بعد انتقال ملكية النادي لشركة مجموعة أبوظبي الاتحاد للتنمية والاستثمار التي يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهائيا. ينتظر المنتخب السعودي مباراة هامة يوم غد في الجولة الثالثة من كأس آسيا تحت 19 عاما أمام نظيره الكوري الجنوبي، ويحتاج السعودي إلى الفوز ليتأهل لربع النهائي. وفي لقاء آخر يلتقي المنتخب البحريني مستضيف البطولة بنظيره التايلاندي في لقاء لا يقبل القسم على 2 لحجز بطاقة ربع النهائي وفي رصيده 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي. أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود أن قرار الاتحاد الدولي حول مباراة العراق والسعودية في إياب تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم سيكون إلزاميا، ويأتي هذا التأكيد بعد تصريح مسعود بالتمسك بعدم اللعب مع السعودية في الرياض، ويذكر بأن المنتخب السعودي قد فاز على العراق بهدفين لهدف في ماليزيا في الجولة الثانية. ذكر المركز الإعلامي لنادي الاتحاد اليوم أنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كانت تعتزم إدارة النادي عقده اليوم للاعتذار عن المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وذلك بداعي بعض المستجدات التي طرأت ولم يكشف عن هذه المستجدات حتى الآن. صرح أحمد منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن صعوبة لحاق محمد إبراهيم صانع الألعاب بمباراة الزمالك أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم تعافيه من الإصابة، ويذكر بأن الزمالك قد خسر الذهاب ب3 أهداف وسيلعب الإياب على استاد برج العرب في الإسكندرية. وصلنا إلى نهاية الجولة الرياضية، أشكركم على حسن المتابعة وأعود للزميل عدوان وما تبقى من العربي الرياضي. شكرا لك يا أحمد. متواصلين معكم مشاهدين في العربي الرياضي، وفيه بعد الفاصل غوارديولا يعود للكامب نو مع مانشستر سيتي لمواجهة برشلونة في قمة مباريات الغد من دوري أبطال أوروبا.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا. بلغ القوى الجوية العراقي نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم على شقيقه العهد اللبناني بثلاث أهداف مقابل هدفين. أبرز أحداث اللقاء وحظوظ الفريق العراقي في المباراة النهائية في تقرير الزميل سيف سعيد. ملعب المدينة الرياضية في العاصمة اللبنانية بيروت كان مسرح الموقعة الكروية العربية التي جمعت العهد اللبناني بضيفه القوى الجوية العراقي في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. لقاء انطلقت شرارته منذ الدقيقة الأولى ولم ينتظر أصحاب الأرض المتعادلين في الذهاب بهدف سوى 14 دقيقة ليفتتحوا باب التسجيل من علامة الجزاء عبر نور منصور الذي وضعهم في المقدمة، لكن صقور العراق لم ترضى بالحال فكثفت من هجماتها فأتت أكلها بالتعادل عن طريق حمادي عبد الله. الحال لم يبقى على حاله سوى 7 دقائق فقط قبل أن يرجح المحترف الأردني حسن شعيتو كفة العهد بالوصول إلى النهائي، وكان آخر مشاهد الشوط الأول. ليأتي الثاني بشكل مغاير مع ضغط أجبر لاعبي القلعة الصفراء على ارتكاب الأخطاء، وبذلك تقدمت القوة الجوية بنيران صديقة من مدافع العهد نور منصور. تقدم العراقي منحهم القوة والأفضلية وترجمت في الدقيقة 77 بهدف بشار رسن الذي لم تكتمل فرحته إذ لن يشارك في النهائي لتلقيه البطاقة الحمراء لتدخله العنيف، فأكمل فريقه اللقاء بصفوف ناقصة حتى صافرة النهاية التي لوحت براية الفوز للصقور، فحلقت بذلك عاليا نحو النهائي لأول مرة في تاريخهم بانتظار الفائز من لقاء بنغالورو الهندي وجوهور دار التعظيم الماليزي. خلدون، يعني نبارك القوة الجوية بلوغ النهائي، لكن العهد اللبناني كان بإمكانه خطف نتيجة المباراة مبكرا، ولكن أخطاء دفاعية ومن ثم يعني عودة القوة الجوية مكنتهم من بلوغ النهائي. نعم، هي كانت مباراة بالتمام والكمال عكس مباراة الجيش والعين، يعني كانت مفتوحة منذ الدقيقة الأولى، كان الرغبة للوصول النهائي لأول مرة لكلا الفريقين يعني موجودة بقوة لدى اللاعبين، وبالتالي كانت فرص يعني متتالية بين الفريقين من هذا المرمى إلى هذا المرمى، وطبعا نجح العهد في التقدم في الشوط الأول بهدفين لهدف وكان هو في المقدمة، ولكن تغيرت الأمور كثيرا في الشوط الثاني، وفعلا استعرض القوة الجوية عضلاته لأقل، لأنه فعلا كان أقوى وأكثر تحكما في مجريات الأمور، ونجح في تسجيل هدفين ووصل إلى النهائي الأول، أول فريق عراقي يصل إلى نهائي هذه البطولة التي احتكرتها عادة الأندية العربية. هل بالإمكان القول يعني أن الفريق العراقي القوة الجوية ضمن تقريبا يعني اللقب بحكم أن يعني أنه سيواجه يا إما الفريق الماليزي أو الفريق الهندي؟ يعني مثل ما قلت عكس دوري أبطال آسيا، هذيك التي لم تربحها سوى السد القطري في آخر 10 سنوات، هذه 12 نسخة أو 12 كأس أو مسابقة في كأس الاتحاد الآسي، 10 مرات ذهب اللقب إلى فريق عربي، وحتى المرة الماضية حامل اللقب بنغالور أو عفوا جوهور الماليزي حظي باللقب كون إيقاف الأندية الكويتية على المشاركة. نعم. وبالتالي هناك فرصة عظيمة للقوة الجوية ليتوج للمرة 11 لفريق عربي وللمرة الأولى للكرة العراقية في هذه المسابقة. أمر آخر يعني بعيدا عن المباراة النهائية، ملعب المباراة كان يعني تقريبا فاضي تماما في لبنان، هل هذا يعني أثر ربما على فريق العهد؟ يعني العهد فريق جديد العهد فلنقل، يعني قاعدته الشعبية ليست كبيرة، ولكن لا ننسى أن الأوضاع السياسية دائما تؤثر على المزاج العام في رؤية مباراة كروية، على عكس ما نشاهده في أوروبا دائما المدرجات ملأة بالجماهير، ولكن أتصور القوى الجوية سيحظى بجماهيرية عالية عندما يلعب أمام الفائز من جوهور أو بنغالور المتعادلين طبعا 1-1 في الذهاب، وسيلعبون غدا طبعا. كل التوفيق للقوة الجوية، نتمنى يعني أن يكون العين يفوز بنهائي دوري أبطال آسيا ويفوز القوة الجوية بكأس الاتحاد الآسيوي. أخيرا إلى دوري أبطال أوروبا وبالتحديد لقمة برشلونة ومانشستر سيتي مساء الغد، مباراة ستشهد عودة بيب غوارديولا للكامنو لمواجهة فريقه السابق للمنافسة على صدارة المجموعة الثالثة. المزيد عن قمة الغد المنتظرة في التقرير التالي.
مواجهة من العيار الثقيل يحتضنها ملعب كامب نو يوم غد بين برشلونة ومانشستر سيتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. المباراة ستشهد عودة المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى بيته الروحي بعد أن صنع لنفسه اسما في صفوف النادي الكتالوني. فخلال مشواره كلاعب ساهم غوارديولا بتتويج البلوغرانا بأول لقب في الشامبيونز ليج عام 1992. أما سجله كمدرب فيتحدث عن نفسه: 14 لقبا بينها لقبا دوري أبطال عامي 2009 و2011، وهو الإسباني المخضرم يعود لبيته من جديد أملا بقيادة مانشستر سيتي لتحقيق أول لقب أوروبي في تاريخه. السبب الأول وراء تعاقد إدارة السيتي معه. أسباب أخرى ستجعل من موقعة الغد نارية بكل معنى الكلمة. فبخلاف تشابه أسلوب لاعب الطرفين، سيسعى أصحاب الأرض لتحقيق العلامة الكاملة والانفراد بصدارة المجموعة الثالثة. النادي الكتالوني عانى من سلسلة من النتائج المتذبذبة في لا ليغا جعلته يحتل المركز الرابع حاليا، إلا أن عودة نجم الفريق ليونيل ميسي من الإصابة بعد غياب دام 3 أسابيع ستعيد الروح لثلاثي الرعب في هجوم البلوغرانا. تشكيلة برشلونة شهدت كذلك عودة كل من الظهيرين سيرجي روبرتو وجوردي ألبا للتمارين، ليكون الحارس الهولندي ياسبر سيليسن الغائب الوحيد عن تشكيلة برشلونة في قمة الغد. المباراة ليست مواجهة بين مدربين، فاللاعبين هم من سيحسمون اللقاء بأقدامهم على أرضية الميدان. لقاء الغد سيكون مثيرا، خصوصا وأنا سواجه فريقا يدربه شخص عزيز على قلبي. وعلى الجانب الآخر، يعيش مانشستر سيتي فترة عصيبة على الرغم من تصدره لترتيب البريمير ليج بعد 8 جولات. فالسيتيزنز فشل في تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات له في مختلف البطولات، وتلقت شباكو 6 أهداف، الأمر الذي يسعى غوارديولا لتداركه قبل مباراة الغد أمام الترسانة الهجومية المخيفة لبرشلونة. المان سيتي تلقى بدوري أنباء سارة بعودة الدينامو البلجيكي كيفن دي بروينا ومواطنه قائد الفريق فينسنت كومباني من الإصابة. 4 مواجهات سابقة جمعت الفريقين في البطولة صبت جميعها في مصلحة عملاق كاتالونيا، إلا أن الأسلوب الهجومي لغوارديولا يبشر بقمة مثيرة يصعب التكهن بنتيجتها حتى صافرة النهاية. خلدون، يعني قمة مبكرة بالتأكيد، ملايين المشجعين حول العالم بانتظار المباراة الغد. هل جاءت مبكرة لبيب غوارديولا؟ يعني لم يتمكن بعد من ترك بصمته مع مانشستر سيتي؟ لا أعتقد هي جاءت في وقت ملائم جدا، يعني خصوصا نحن كمحايدين سنشهد مباراة بين فريقين متقاربين في كل شيء. طبعا غوارديولا وضع حجر الأساس في برشلونة بأسلوب لعب رائع، تيكي تاكا، ضغط عالي، وهو نفس الشيء كرره مع البايرن وأيضا مع السيتي اليوم. وبالتالي عندما نرى مباراة الغد سيكون هناك يعني صدام بين أسلوبين متشابهين جدا، ولكن المباراة أهم لغوارديولا والسيتي بسبب واحد، لأنه عندما أخفق في الفوز على سلتيك هذا سمح لبرشلونة تصدر المجموعة، لأنه هو صراع بينهم على صدارة المجموعة وليس على فقط التأهل، لأنه التأهل يعتبر مضمونا لكلاهما. ولكن غدا باللعب في برشلونة يجب السيتي ألا يخسر، لأنه إذا خسر فقد الصدارة، وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير على غوارديولا. وطبعا عدا عن العاطفة وعدا عن الأمور الشخصية، حتى اليوم له كان تصريح جميل يحاول زعزعة استقرار ميسي عندما قال أنه سنكون في أول الطابور عندما يقرر ميسي ترك برشلونة. وعندما سئل لماذا يترك ميسي برشلونة قال ربما يريد أطفاله أن يتعلموا الإنجليزية. نعم. وبالتالي هذا نوع من الاستقرار. عدا العلاقات الثنائية بين أغويرو وميسي، هما طبعا صديقان حميمان نعرفهم من المنتخب الأرجنتيني، وأمور عدة يعني تشبك بين الناديين المتشابهين في كثير من الأمور. نعم بالتأكيد، لكن يجب لنا أن ننسى أيضا أن غوارديولا يعني عاد للكامب نو عندما كان مدربا
للبايرن ومونيا يعني بخسارة ثقيلة هنا. بالضبط هذا ما سنشاهده، يعني من المثير أن نشاهده. طبعا غوارديولا ليست لديه عقلية حذرة، دائما يلعب بنفس الأسلوب، الضغط العالي، الهجوم، حتى لو كان يتطلب منه الأمر أن يكون حذرا قليلا وأن يلعب أمام فريق بحجم برشلونة أو الريال. شاهدناه في السابق يتعرض لخسارات كبيرة عندما يستمر بأسلوب لعبه الهجومي جدا، وهو جميل يعني تيكي تاكا، أسلوب جميل رائع. ولذلك أنا أتوقع مباراة الغد ربما تنتهي بنتيجة كبيرة جدا إذا أصر، لأنه غوارديولا يجب أن لا يخسر المباراة غدا، لأنه إذا خسرها سيفقد الصدارة، وبالتالي قد نرى مباراة تنتهي 6-5 أو 5-4 نتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة. لكن كيف سيؤثر أداء السيتي المخيب للآمال في آخر مبارتين في البريمير ليج على يعني عرضهم ومستواهم أمام برشلونة؟ يعني خسر من توتنهام وبعد ذلك تعادل مع إيفرتون. نعم، هو يعني لا ننسى إيفرتون وتوتنهام فريقان كبيران، ولكن هو يقابل فريق برشلونة يمر بنفس المرحلة، تعرض لخسارتين وتعادل في الدوري الأسباني بدون ميسي. ميسي عاد الآن. ميسي عاد، نعم، هذا ربما يكون فارقا كبيرا، ولكن كل فريق مسموح له بالتعرض لذبذبة قليلة خلال فترة الموسم. الآن جاءت بعد بداية نارية للسيتي مع غوارديولا 10 انتصارات بدون أي هزيمة أو تعادل، وبالتالي تعرض بعضها لخضة أو لهزة. نعم. ولكن أعتقد مباراة الغد سيكون مختلفة عما شاهدنا. هل التعادل نتيجة جيدة؟ يعني برشلونة كما نرى على المجموعة في الصدارة ب6 نقاط، مانشستر سيتي ب4 نقاط، سيلتيك وبروسيا مونشنغلادباخ يعني كلاهما ربما يعني فقد الصراع في هذه المجموعة. نعم. لكن بإمكان مانشستر سيتي خطف الصدارة من برشلونة لو حقق نتيجة إيجابية غدا في ملعب الكامب نو. يعني حسابيا منطقيا سنحسب أنه برشلونة والسيتي سيفوزان على كلا سيلتيك ومونشنغلادباخ، ولكن في الواقع أنه أسقط أو أهدر السيتي نقطتين أمام سيلتيك، هذا وضعه في مركز صعب يعني، وبالتالي هذا أقول أنه يجب عليه ألا يخسر غدا، وعليه أن يفوز على برشلونة في الإياب في مانشستر سيتي في السيتي، وبالتالي هنا تأتي أهمية هذه المباراة، وربما نشهد إثارة وروعة في مباراة سريعا. برشلونة أم السيتي؟ تعادل. يجب أن أقول تعادل. نتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة. خلدون في النهاية شكرا لك على وجودك معنا. عفوا، وأنا دائما سعيد أكون معكم. نحن أسعد. شكرا لك. وشكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، ونلقاكم غدا بإذن الله.